شكرا ليك يا زميلي احمد خيري مره ثانيه. كابتن رضا شحاته معنا الان. كابتن رضا اولا برحب بحضرتك ومبروك طبعا هذا الصرح العظيم العملاق البراند الاهلي في وضع حجر الاساس اليوم وحضور كل من يمثل النادي الاهلي من اجيال كبيره. حضرت المئويه وكمان بتحضر حجر الاساس، اعتقد لحظات تاريخيه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني اي اهلاوي بيبقى فخور ان النادي الاهلي بيبقى سابق دايما وعنده فكر جديد وحاجه حدث مستنيينه بقالنا كتير قوي قوي. يعني احنا مش بقالنا مش حاجه بقالها فتره فكره مطروحه، لا احنا كل الاهلاويه الفكره دي مطروحه من بدانا نشجع النادي الاهلي، حابين يبقى لينا حاجه مستقله بالنادي الاهلي باسم النادي الاهلي بتاريخ النادي الاهلي. فالحمد لله ان احنا حضرنا او متواجدين في حدث كبير زي ده، ودايما النادي الاهلي هو السابق دايما بخطوه ودايما مفرح جمهوره ودايما بنعمل حاجه مختلفه ودايما متطور ودايما متطلع ودايما عايزين احسن وعايزين افضل، ودي حاجه كويسه جدا. وطبعا ببارك لجمهور النادي الاهلي في الاول وبعد كده مجلس الاداره ولاعيبه النادي الاهلي اخر حاجه، بقول لهم مبروك على الحدث الكبير ده ويا رب دايما النادي الاهلي في تقدم وتفوق باذن الله. اعتقد يمكن من الشعارات اللي يمكن او السلوجن اللي مش معروف قوي لكنه موجود، اي حلم لا يمكن يعني الا ان يحقق للنادي الاهلي، سواء في الرياضات سواء في البطولات، لا يوجد حلم الا ويحقق مع النادي الاهلي. طبعا بص خلي بالك، بس كل اللي موجود دلوقتي اللي هو كان مستحيل بقى حقيقه مع النادي الاهلي. يعني دي حاجه مهمه جدا، لازم تحلم وتحلم قوي ويبقى ان انت حاسس ان ده مستحيل، ولكن تتاكد لو انت عندك يقين ان ده هيحصل هيحصل هيحصل. زي ما احنا النهارده في ارض الواقع كلنا كنا بنقول لا الموضوع صعب والموضوع كبير قوي، فلا النهارده بنحققه وان شاء الله فتره قريبه جدا هتبقى في استاد النادي الاهلي. دي حاجه كبيره جدا وده طموح الاهلي وده دايما تاريخ الاهلي. يعني فاتوقع ان ده مع الاهلي مفيش حاجه مستحيل، ده الكلام ده مش بيتقال شعارات، احنا النهارده بنكسر الكلام ده وبنقول ان المستحيل ممكن يتحقق مع النادي الاهلي، والحمد لله اتحقق واحنا كلنا موجودين فيه ان شاء الله. انت موجود النهارده ان شاء الله، نقابلك يوم اول مباراه في استاد النادي الاهلي ان شاء الله. اكيد ان شاء الله، وابقى سعيد جدا معاك ان شاء الله. شكرا. ده كان لقائنا مع الكابتن رضا شحاته طبعا في هذه الاحتفاليه الكبيره لاستاد النادي الاهلي. تعود اليك الكلمه خير الان، تفضل.